الشعب المصري في دعوات 11-11 ضرب مثل ونموذج قوي جدا، لأنه هو عنده وعي. الرسالة بتاعته احنا لدينا وعي، وعي مش خوف يا دكتور. انا مهمة قوي النقطة دي عند بس حضرتك. هم بيحاولوا بعد ما انتهى 11-11 اوعزوا الى بيحاولوا يثبتوا ان الامر خوف. خوف ايه يا جهلاء؟ او انتوا بتدعوا، انتوا عارفين الحقيقة، انما انتوا بتحاولوا برضو تضللوا الناس. بصي حضرتك، الشعب المصري ده عمل ثورتين في سنتين، 2011 وأطاح بنظام حكم، و2013 وأطاح بنظام حكم. صح. الله، تتهموا بالجبن ازاي؟ شعب ده يعني نادرا ما تجد في العالم كله شعب يقوم بثورتين خلال سنتين. صحيح. فتتهموا بالجبن، تبقى انت يعني انت مغرض. انما هو شعب عنده درجة من درجات الوعي. ما تلعبش الجيم ده معايا، انا منتبه الى انك انت مغرض، وانت اعترفت، كل فريق المغردين كلهم اعترف جهارا نهارا ان احنا ضد الدولة. طيب، يبقى انا ما مش هثق فيه. بالاكتر اعترفوا ان هما من اجل مصالح شخصية، يعني اللي قال لك انا الدنيا هتولع عشان انا كنت عايز فلوس، فبعدين فلوسي دي انا هعرف ارجعها ازاي؟ حتى انت لو يعني هو عايز البلد كلها ال100 مليون يقفوا معاه نولع البلد عشان هو يرجع فلوس. مصالح شخصية مش واحد بس. صحيح. لا، كلهم مصالح. الناس دي بتقبض بالعملة يعني العملة بتاعت البلد اللي هم موجودين فيها. فهم عايشين على هذا النوع من الإعلام المضلل. وبعدين أنا آسف بقى أن أنا أقول أن في أجهزة مخابراتية وراهم. لا، الفريق ده كله بيشتغل وفي مايسترو وراه، والمايسترو ده مش شخصية، مش تنظيم الإخوان، لا نو، ولا تنظيم معين نو، ده أجهزة ربما تكون ومخابرات دول. لما تيجي تشوفي المشهد كده يا أستاذة هبة، أن كلهم جايين في مؤتمر المناخ، والرؤساء الدول مع كامل احترامي لكل الرؤساء، انما هي يعني واخد بال، هي جيم احنا راضيين بيه، يعني احنا عارفين ان هو جيم كدولة مصر. كلهم جايين، علاء عبد الفتاح، الحرية لعلاء عبد الفتاح. يا سيدي ماشي، ده انت خدمتنا خدمة كبيرة قوي. ايه رأيك بقى في حتة انت خدمتنا خدمة كبيرة قوي بانك كبرت موضوع علاء عبد الفتاح كبير، بحيث ان الموضوع ده اصبح لازم يتم في إطار صفقة كده على طول. يا أخي، ده احنا العليمي، زياد العليمي لسه أطلقنا سراحه، وزياد لا يقل أبدا عن علاء عبد الفتاح، من غير أي حاجة ومن غير صفقة ومن غير أي حاجة. وكان على فكرة احتمال كبير جدا علاء عبد الفتاح من خلال اللجنة بتاعة العفو الرئاسي كان هيخرج، وآخرين غيره. انتوا عملتوا صفقة، خليتوا الرئيس والحكومة تقول اهلا وسهلا، تعالوا بقى هنستخدم المادة 155 والعفو الرئاسي في اطار صفقة. ده انتوا كبرتوا الموضوع قوي. ده انا عشان اطلق سراحه بقى، انتوا اللي عملتوا منه نجم النجوم، انتوا اللي كنتوا عايزين تعملوا منه ايقونة ثورة 11-11. ما هو خالد سعيد كان قبل كده ايقونة ثورة ايه؟ 25 يناير. 30/6 ما فيهاش أيقونة. الأيقونة إن تنظيم متطرف، الشعب المصري لقى نفسه أمام تنظيم متطرف دينيا، لازم أنزل أطيح بهذا النظام. لكن كان الفريق السيسي وقتها الأيقونة ما كانتش في 30/6. إنما 30/6 كلهم أيقونات، كلهم مين؟ رأس النظام كله، ده تنظيم متطرف.